أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر لكل الناس اللي لسه ما نزلتش. خلينا نبتدي جولتنا على طول من محافظة القاهرة ونبتدي مع كوبري أكتوبر زي ما احنا متعودين. احنا شايفين كثافات مرورية بسيطة خالص على كوبري أكتوبر، مش بتأثر على معدل الحركة في مناطق رمسيس، وبعدها هنشايفين مع بعض هيكون في سيولة مرورية لغاية ما بنوصل لنزلة غمرة، بتكمل معانا السيولة المرورية دي لغاية نهاية كوبري أكتوبر. لو بصينا عند شارع رمسيس هنلاقي كثافات برضو بسيطة خالص وغير مؤثرة بامتداد الشارع، وهتكمل معانا السيولة المرورية دي لغاية طريق النصر. لو بصينا عند كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين هنلاقي عليه بعض الكثافات المرورية اللي ناتجة طبعا عن بعض التحويلات بسبب أعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، لكن لو بصينا على الاتجاه الآخر هنلاقي فيه سيولة مرورية ومفيش أي مشاكل خالص. تعالوا بقى نروح مع بعض عند شارع بورسعيد ونشوف عند نزلة كوبري أكتوبر، هنلاقي سيولة مرورية لغاية منطقة الزاوية الحمراء والويلي ولغاية كوبري الساحل والأميرية، كل ده ما فيهوش أي مشاكل. لو بصينا بقى عند الأوتوستراد هنلاقي برضو في سيولة مرورية نسبية، هتقل بعد شوية طبعا اللي جاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، ومطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم برضو احنا عارفين انه مغلق بسبب الأعمال الإنشائية. ناخد بالنا انه تقرر غلق طريق بن زايد الجنوبي لمدة شهر، وده طبعا بيستلزم إجراء بعض التعديلات لتسيير الحركة المرورية، وكمان الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية، وده تزامنا مع تنفيذ أعمال تطوير طريق الأوتوستراد والمتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد في منطقة المجزر الآلي، وده بيستلزم غلق كلي لكل شارع الصيانة للمتفرع من طريق الأوتوستراد ولغاية شارع الجزائر، وتحويل حركة المرور تجاه شارع المذبح، وده طبعا علشان تنفيذ القواعد الخرسانية للكوبري. خلينا بقى نبتدي نتحول للجيزة ونشوف ايه اللي بيحصل في شوارع الجيزة. ناخد بالنا طبعا ان الطريق الدائري القادم من اكتوبر احنا عارفين انه لسه مغلق كليا بمنطقه القوس الغربي في المريوطيه، مع غلق مطلع الدائري من طريق الاسكندريه الصحراوي للي جاي من الاسكندريه في اتجاه ميدان الرمايه، وده برضو احنا عارفين انه ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري، واللي جاي من مدينه السادس من اكتوبر هيلاقي عنده تحويل للحركه المروريه للطريق الدائري للقادم من طريق الواحات في اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، ده علشان يقدر ينزل وياخد نفق حازم حسن ومنه ياخد طريق الإسكندرية الصحراوي، ويقدر يستخدم طريق محور 26 يوليو أو محور رود الفرج في حالة الزحام المروري في محور 26 يوليو. احنا عارفين ان الطريق السياحي بديل عن الطريق الدائري، وده طبقا للتحويلات اللي اتعملت علشان الكثافات المرورية الإضافية اللي موجودة على محور 26 يوليو للي جاي من مناطق أكتوبر في ساعات الذروة الصباحية. ناخد بالنا كمان ان احنا عارفين ان في غلق كلي لمنزل كوبري أحمد عرابي في الاتجاه المؤدي الى الطريق الدائري ونفق احمد عرابي، وده طبعا لاستكمال اعمال هدم وازاله الطبقه الاسفلتيه للكوبري بالكامل، وده هيكون لغايه يوم 30 يناير. واحنا عارفين انه في طبعا بعض الاجراءات او بعض التحويلات المروريه اللي حصلت، احنا عارفين برضو ان في غلق في ميدان سفنكس بسبب انشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع احمد عرابي. الاداره العامه لمرور الجيزه اجرت مجموعه من التحويلات المروريه عشان تتفادى حجم الكثافات، طبعا ده هيكون مؤثر على شارع جامعه الدول العربيه. هنشوف بعض مع بعض هنا عند شارع جامعه الدول العربيه بعض الكثافات النسبيه اللي طبعا ظهر عليها التاثير. لو بصينا بقى على المحور للمتجه لاكتوبر في هنلاقي سيوله مروريه، ولو كملنا جولتنا وصلنا عند شارع الهرم هنلاقي كثافات مرورية برضو بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافة هتزيد مع ساعات الذروة. لو بصينا بقى عند باقي شارع الهرم الرئيسي احنا شايفين تباطؤ في حركة السيارات، احنا عارفين ان الطريق فيه اغلاق في اماكن مختلفة، والتقاطعات مع المريوطية هنلاقي فيها برضو اغلاقات وتحويلات
الطويلات، وعارفين ان منطقه المساحه وشارع العريش ومدكور والطلبيه كل ده هنلاقي فيه يعني كثافات شديده او اغلاقات بسبب انشاء 5 محطات مترو انفاق والزام السائقين بالتوجه للطرق البديله المحدده. منطقه مشعل بالطبع بطبيعه الحال ظهرت فيها كثافات مروريه، وشارع العشرين ولغايه الطلبيه برضو فيها كثافات. هنلاقي برضو كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق ولغاية العشرين، وهنلاقي كثافات تانية عند شارع السودان لغاية ما بنوصل لجامعة القاهرة، وبرضو وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. لو بصينا على محور صفت اللبن هنلاقي فيه كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. عامة الطرق اللي بتؤدي لجامعة القاهرة مش هنلاقي فيها سيولة مرورية شديدة في هذه التوقيتات، لكن قدام شوية ممكن نلاقي كمان كثافات هتزيد ومعدل الكثافات هيزيد أكتر. خلينا نروح بقى لمحافظة الإسكندرية. احنا شايفين قدامنا دلوقتي سيوله مروريه حوالين الاسكندريه بسبب محور الفريق ابو ذكري اللي اتعمل او عمل حاله سيوله مروريه كبيره في الطرق المؤديه للمدينه. لكن لو بصينا بقى على داخل المدينه هنلاقي بعض الكثافات البسيطه اللي موجوده عند شارع احنا شايفين خالد الوليد في منطقه ميامي، وكمان في كثافات ثانيه في المنطقه المحيطه بكوبري ستانلي، وكمان كثافات متقطعه هنلاقيها بطول اشارات المرور عند الكورنيش. اما بقى الشوارع الجانبيه هنلاقي فيها سيوله مروريه نسبيه، وبننصح بيها كبديل لشارع الكورنيش الرئيسي. خلينا نكمل جولتنا ونروح لاسوان ونتابع الحاله المروريه هناك، ونبتدي من عند شارع السادات. احنا وصلنا عند شارع السادات وهنكمل لغايه ما بنوصل لمنطقه المسله اللي بتشهد سيوله مروريه، وعلى طول الشارع هنلاحظ ان في كثافات مروريه بسيطه لغايه ما بنوصل لمحطه القطار. احنا عارفين ان مناطق محطات القطار بالذات دايما بيبقى في حواليها كثافات مروريه. لو بصينا بعدها هنلاقي برضو كثافات مروريه عند شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى اسوان الجامعي، هنلاقي فيه بعض الكثافات المروريه، لكن اجمالا الطريق في اسوان ما فيهوش اي مشاكل. دلوقتي مشاهدينا جمعنا ان احنا نعمل مع بعض جوله سريعه في احوال الطقس النهارده اللي هيكون فيه انخفاض في درجات الحراره، والطقس هيكون مائل للبروده الصبح بدري ولطيف في النهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وطبعا في شبوره مائيه الصبح ممكن تكون كثيفه احيانا على الطرق السريعه القريبه من المسطحات المائيه والطرق الزراعيه المؤديه من وللقاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. في النهاردة في وسط النهار فرص أمطار بالليل على القاهرة الكبرى، وكمان فرص أمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 22 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 29 درجة، والأقل في كاترين 18 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد قليل.